الخضراء. الأقمار هي لروح المسيرة الخضراء. مكافحاً عن وحدة وطني. من البوغاز إلى الصحراء. من البوغاز إلى الصحراء. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن ألقن هذا القسم. أن ألقن هذا القسم. أسرتي وعترتي. أسرتي وعترتي. في سري وعلانيتي. في سري وعلانيتي. والله سبحانه هو الرقيب. والله سبحانه هو الرقيب. على طويتي. على طويتي. وصدق نيتي. وصدق نيتي. اليوم وليس احتفال، هو لقاء لتجديد التأكيد على انتمائنا الوطني، هو تجديد للعهد، هو تأكيد على الوفاء للعرش الملكي المجيد، هو استمرار، هو تجند أمام كل الأعداء، أمام كل من يخرج ضد الوطن. نحن جنود وراء جلالة الملك محمد السادس نزره الله. Ladies and gentlemen, we are pleased to welcome you for the 48th anniversary of the Green Walk. It is today an opportunity to renew our loyalty to our King Mohammed VI. God bless you. This is also the opportunity to show the whole world that we are here, we are proud of our Morocco, and nobody can touch Morocco. Parce que les présents parmi nous sont venus de différents horizons. On a des gens qui sont venus du Maroc, des gens qui sont venus de l'étranger pour soutenir notre pays à tous. Donc qu'on vive au Maroc ou ailleurs, nous sommes Marocains, nous resterons Marocains et nous défendrons toujours le Maroc. Malheureusement, je ne parle pas toutes les langues, donc j'en ai choisi quelques-unes. J'ai présenté en arabe et je demande à Samira de souhaiter la bienvenue à notre autre participant qui ne parle pas l'arabe. سميسني نودين كين مديرة جمعية أدوكن المنفعة للاقتصاد أدوكن ندرع تفيلات أرنوب غريف الرئيسة الأعضاء الجمعية بلا أو تقيم أو ديان أدوكن تين دوكن إنسان سلام ربي غيفون مرحبا نون أو أقرأوا الناس استدامت فرح ذكرى المسيرة تين غريبين الترحام غيف المرحوم الملك الحسن ويسن يبدا المسيرة الزداوت الله يرحم ربي الملك محمد ويس نائدة فعل غيف الاستقلال الوطن المغرب الحبيب غادي نسر ربي اي اللي الملك محمد ويس ديس غادي يحفظ ربي الامير مولاي الحسن الاميرة لاله خديجة ضد الاسرة العلوية الشريفة الحضور الإعزام إيوا يكون يعاون ربي أداس نعاود أسكاس ديدان إن شاء الله شعارنا الله الوطن الملك تمنى أن يكون المعنى
معنا قد وصل، وهو أننا مهما كانت لغتنا أينما كنا سنبقى مغاربة وسنبقى حاضرين ومستمرين على العهد. سيبقى شعارنا الله الوطن الملك. كنت نهضر دائما على الاستمرار، والاستمرار هو الاستمرار في كل الجبهات، سواء قانونية عسكرية ولكن خصوصا اجتماعية واقتصادية. وهنا نعطي الكلمة للأستاذ منير بحري، منسق الوطني لجمعية بنك الحياة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. السلام عليكم. دابا تعودنا على مدينة طنجة، لأن الناس ديالها وعندنا عزاز وناس كرام، وعندنا مكتب نفتخر به وعلى رأسه واحد عندها الصمادي اللي تقوم بواحد المجهودات هنا كبيرة، واللي يعطى بها المثال بالنسبة لنا احنا في عديد من الجهات. ما ننساش نشكر الفريق اللي بقى فايق البارح حتى الأربعة الصباح باش نجيب هذا اللقاء. هذا الشباب لجنة تنظيمية واللي اختارناهم من أحسن العناصر اللي عندنا في الفريق في الجهة، واللي الحمد لله اليوم غادي نعتمد عليهم في العديد من المحطات المقبلة. نستغنوا على الفرق التنظيمية اللي كاينة في الجهات الأخرى، ولكن نعتقد اليوم بأن عندهم واحد الخبرة تمكن لها تقاسم مع الجهات المتواجدة حاليا على الصعيد الوطني. دونك اللي يمكننا نقولوا أن هنيئا لنا بهذه اللجنة، هنيئا لنا بهذا الفريق، هنيئا لنا بهذه المنسقة اللي معنا، هنيئا لنا بالفرق الأخرى اللي متواجدة معنا اليوم واللي خدت الطريق من العديد من الجهات. جهة ديال الشرق ممثلة في المنسق ديال الإقليم في جيك، وممثل عن التكتل الدولي للمغاربة الليبراليين الاجتماعيين. جهة ديال الرشيدية درعها تفلات واللي تواجدت معنا وتحملت الطريق هذه مدة يومين ومازال يومين، وحدة أخرى تتسناهم ديال الردور. جهة ديال الرباط سلا قنيطرة اللي جات معنا من هنا من مدينة الرباط هذا الصباح، وتنشكر لا الفرقة ديال المرأة ديال الجهة ولا التنسيقية الجهوية على الحضور ديالهم وعلى تماسك الفريق اللي عندهم. كنشكر الإخوان اللي جاوا من المناطق الجنوبية حتى هما واللي تعبوا مسار الطريق. ملي تنقول المناطق الجنوبية فتنهضر لكم على إقليم طنطان اللي متواجد معنا ممثل في صديقي أبا زيد اليوم. بغيت نشكره على المسار اللي خدا واللي خدا معنا اليوم. هذا ما تيعنيش على ان الاخوان الاخرين اللي ما تتاح لهمش فرصه انهم يجيو، فما يمكنناش القاعه تبارك الله راها مليئه بالاخوان والاخوات اللي حضروا معنا من الجهه ومن الجهات الاخرى. وكنظن على ان يمكننا نبداو نطمحوا على نديروا مؤتمرات ديال 5000 ديال 6000 مناضل او مناضل. دونك المسار ديال المسيرة الخضراء هو مسار علم عليه الحسن الثاني نباه الشعب، واليوم حنا بعد 48 سنة تنخلدوا عيد المسيرة الخضراء. وأنا بالنسبة لي كشخص يفكر دائما في الاستمرارية، سأتحدث عن استمرارية المسيرة الخضراء داخل منظومة اجتماعية اقتصادية جديدة نطمح إلى تنزيلها على أرض الواقع، وذلك في مجموعة من الركائز. أولا التشتت أكثر من أي وقت مضى بروح المسيرة الخضراء. ثانيا التشتت بوحدة الوطن وتوابيت الأمة المغربية، يعني الاستمرارية هي التشتت أيضا بالمسار الذي رسمه ملوك المملكة وباني مجدها الملك محمد السادس نصره الله وإياه. الاستمرارية بالنسبة لنا احنا هي التشبث بدولة الحق والقانون، والتشبث بالعدالة الاجتماعية التي دعا إليها أمير المؤمنين. الاستمرارية بالنسبة لنا احنا هي بناء جيل جديد
جيل المستقبل ومغرب الكرامة هي التشبث بالدين الإسلامي وركائزه. لا نريد التحريف ديال الإسلام. هي التشبث بروح الأسرة والتضامن العائلي. العائلات يبقاو متضامنين مع بعضهم مهما تكون الأزمات، مهما تكون المشاكل. لا تتركوا المنظومة الدولية تؤثر على العائلة، لأن عائلات خارج المغرب مشتتين، والحمد لله حنا عشنا كوفيد وعشناه بالعائلات ديالنا ومتضامنين مع بعضياتنا وقدرنا ندوزو، قدرنا نمرو المرحلة بطاقة. الاستمرارية بالنسبة لنا حنايا هي التشبث بالحقوق الدستورية. انت تهضر على الحقوق الدستورية، يعني آخر دستور عندنا هو 2011. منين تنبغيو نهضرو على التقدم، تنهضرو على رافعة التقدم وليس التقدم. تنهضرو على أدوات الكرامة التي يريدها اليوم صاحب الجلالة التنزيل على أرض الواقع. وفي هذا الإطار هذا نحن ننخرط بجدية وراء جلالة الملك في مشروع المغرب الاجتماعي وتفعيله بآليات تحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي. نحن اليوم ندافع عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي، أي منظومة جديدة، منظومة الليبرالية الاجتماعية ذات الخصوصية المغربية بجميع أركانها وأسسها. عندما نتحدث عن الاستمرارية نتحدث أيضا عن الآليات السياسية والمراقبة. هذا الأسبوع كنت في فاس، كنت جالس مع واحد إخوان من الناس ديال الإدارة التربية. كنا نتحدث عن ما يحدث في الساحة وعن القفزة السياسية التي ينتظرها المغرب. وقلت بصراحة أن هذه القفزة لن تتحقق إلا إذا وضعت ميكانيزمات سياسية جديدة يحاسب فيها السياسيين على تدبيره ونتائجه، وأيضا الأحزاب على أدواره وأنشطته وعدد منخرطيه والدورات التأطيرية والتكوينية التي يقومون بها، وكل حزب موجود فقط على الأوراق بدون مكاتب ولا هياكل ولا قيادة حقيقية. يجب وضع ترسانة قانونية لحله. أنا متأكد أن القليل منكم من أخذ دستور المملكة واطلع عليه. من مور 2011 ما كنضرش واحد من المجتمع، خاصة المجتمع المدني، من ناخذ واحد نهار الكتاب ديال 2011 وبقى تيقراه باش يعرف الحقوق ديالو الدستورية. ولكن هادشي ما يمكنناش نلومو فيه المواطن بشكل مباشر فقط، ولكن لأنه لم تكن أيضا الفرصة في التأثير السياسي الحقيقي، وإلا لكنا وصلنا إلى التوعية الاجتماعية والسياسية منذ سنين. باختصار اللي بغيت نقول لهم هو أن المسيرة الخضراء تتعدى الحدود المكان والزمان، وهي مستمرة في صور مختلفة، منها برنامج المغرب الاجتماعي وفق الرؤية الملكية التي أساسها البناء الجديد والمتجدد، وأيضا المحافظة على مؤسساتنا والرقي بدولة الحق والقانون. هذا الكلام جيد، ولكن المسار هو مسار جد معقد والرغبة حقيقية، ونحن مؤمنين بدولة الحق والقانون، ولكن أيضا للوصول إليه. وهنا أتوجه إلى جميع المجموعات التي تشتغل معنا أو تساندنا. على كل مجموعة داخل مجموعاتنا الوطنية أو شركائنا الذين لهم نفس التوجه أن يكونوا على دراية واسعة بقانون اللعبة وحيثياتها، وليس فقط لأننا نريد أن نفعل شيء، وبقوة القانون يمكننا الوصول إليه إذا لم نفهم جميع الحيثيات. وما يمكن أن أقوله أيضا اليوم في هذه المناسبة هو أننا اخترنا فريق من الأطر المتزنة تحت رئاسة الأستاذ غيتا يحيوي، سيمكننا إن شاء الله من تنزيل الإيديولوجية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة بخصوصية مغربية داخل المملكة المغربية بشكل فعال. كما أغتنم الفرصة اليوم أمامكم لأوجه رسالتي إلى العديد من أصدقاء الإداريين الوطنيين، ونحن داخل منظومتنا نحترمكم ونقدر المجهودات التي تقومون بها، ولنا كل الثقة فيكم. أما الإخوان الذين لم تتح لنا الفرصة بعد للتواصل معهم، نقول لهم نحن متأكدين أننا سنعمل معا
يدا في يد من أجل هذا الوطن الذي نحبه طبقا للتوجيهات سيدنا الله ينصره. كما أقول أيضا أن البديل اليوم الذي نحن بصدد بنائه ومتشبثين بأهدافه يطمح إلى خلق أول شراكة حقيقية ونموذجية بيننا وبين الوزارات والهيئات الوصية، فيدنا هي ممدودة لكل محب لهذا الوطن ومتشبث بثوابته، وسنظل مدافعين على استقرار المغرب اجتماعيا واقتصاديا. عندما أتحدث عن اجتماعيا إخواني أخواتي، هذه السنة مرت معها الأزمة التي عرفها المواطن والتي تحمل ارتفاع الأسعار والفقر، وكنا دائما نطلب منكم الإيمان بالاستقرار والدفاع عنه لأننا مؤمنين بمحاربة الاحتقان الاجتماعي. وفي هذا الإطار يمكن اليوم القول أننا وصلنا إلى التغطية الاجتماعية والتي يمكن اعتبارها إنجاز جيد، لكن الإشكالية هو أنه منكم من سيستفيد من التغطية الاجتماعية ومنكم من سيؤدي ثمنها. أصدقائي وصديقاتي، أول وصية لكم هو بالتضامن فيما بينكم والحفاظ على التضامن العائلي والأخوي والمالي لتكونوا سندا لبعضكم البعض. أريد من الذين لهم نفس التوجه الذي نطمح إليه أن نكون جميعا أقوياء متسلحين بالمبادئ التي وجهت أو التي ستتوجه في المستقبل والتي هي مستمدة جلها من خطابات جلالة الملك. يجب علينا أيضا أن نؤمن بأن التوازن لا يوجد في الليبرالية المتوحشة أو الاشتراكية المطلقة، ولكن اليوم الوطن محتاج لمقاولين شباب لتحريك العجلة الداخلية، والأبناك واجب عليهم اليوم الانخراط الحقيقي في المسيرة الجديدة وعلى مجموعاتنا الإيمان بها. نحن نشتغل ونؤطر ومستمرين على النهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومؤمنين أيضا أن أولا ثوابت المملكة خط أحمر، أن الإدارة هي شريكة في البناء، وأن مسار تقريبها من المواطن لازال بعيدا ولكن نحن على الطريق الصواب، أن تعددية الأحزاب هو حق دستوري ولا يجب التفريط فيه مهما قل في الأمر، أن مغرب الكرامة مسؤوليتنا وأساس تحالفاتنا، أن القانون يجب أن يعلى ولا يعلى عليه، أن الأزمات الداخلية دائما تحل بالحوار، وكما قلتها لأحد القياديين داخل مجموعتنا يجب فقط إيجاد المحاور العمل والوطني والمخلص لثوابت الوطن لحل المشاكل، أن القطاعات غير المهيكرة وإدماج مغاربة العالم في المنظومة الوطنية هي أحد الأهداف التي تبنيناها. وأختم بقولي للجميع، نحن اخترنا البناء، اخترنا الوطن، فمن يرى العكس فهو مخطئ. وتحياتي للأساتذة الأجلاء، ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الوطني والذي سنستمد من خلال خلاصاته منظومة بناء الغد المشرق الذي نطمح به والتي يطمح له جميع المغاربة. الله، الوطن، الملك. شكرا أستاذ منير بحري. من أجل الصالح العام سيتم أن الناحية الاقتصادية بوضع آليات عملية كان منها مقترح الليبرالية الاجتماعية التي حدثنا عنها الأستاذ بحري، وهي التي تطمح إلى تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي، أي خلق فرص اقتصادية، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى المواطن الذي هو العنصر المحوري الذي وجه حوله جلالة الملك محمد السادس نصره الله جميع خطاباته وبرامجه. شكرا.